أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول: ما الفرق بين الشرك والكفر وبين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ أما الشرك والكفر فكثير من أهل العلم يرون أنه لا فرق بينهما، وبعض أهل العلم يرون أن الشرك متعلق بأنواع التوحيد الثلاثة، وأن الكفر أعم من ذلك، فالكفر أعم من الشرك، يشمل الشرك وغيره، وهذا الصواب. والصواب فيما يظهر لي والله أعلم بتتبع النصوص أن الشرك إذا أطلق شمل أنواع الكفر، وأن الكفر إذا أطلق شمل أنواع الشرك، لكن عند الاقتران فإن الكفر أعم من الشرك. وأما الشرك الأكبر والشرك الأصغر فالشرك الأكبر ناقض والأصغر منقص، كلاهما شرك، يجتمعان في كونهما شركا في النصوص. والشرك الأكبر هو الناقض المخرج من ملة الإسلام، والشرك الأصغر كل ما سمي في النصوص شركا ودل الدليل على أنه لا يخرج من الملة، وضبطه بعض أهل العلم بضابط، وهو أن الشرك الأصغر ما سمي شركا وكان ذريعة إلى الشرك الأكبر، ليس شركا بعينه لكنه ذريعة إلى الشرك الأكبر، فإنه يكون شركا أصغر.